فاجئته مصر كلها بموسيماني. يعني اخر توقع الناس كانت ممكن تتوقع النهارده موسيماني، ولا وكمان انت اخترته، انت جاي في مشوار نهايه المشوار الافريقي، بطوله افريقيا مهمه ملم هو بالكره المصريه ولعيبه النادي الاهلي، ملم بالفرق المنافسه لينا. طبعا. واكبر ميزه عنده ان هو موسيماني كان فرق اللي مسكها كلها بيقعد 5 أو 6 سنين في الفرقه. يعني كان سوبر سبورت قعد حوالي 5 سنين، المنتخب جنوب افريقيا قعد 4 أو 5 سنين، عنده استقرار في المكان اللي بيشتغل فيه، سان داونز 7 سنين وكان لسه مجدد عقده. فمش واحد بيتنقل كل شويه في مكان. فدي حاجه تدينا برضو شويه راحه ان الراجل عارف يعني ايه مقدر قيمه المكان اللي هو فيه. فهو موسيماني في وقت في التوقيت ده كان هو عارف الفول باكج. الراجل حافظ افريقيا، حافظ لعبتنا، حافظ الفرق اللي لعبها في افريقيا اللي هي كان الوداد والرجاء والزمالك، وفي نفس الوقت مستقر، عارف يعني ايه يبني هويه للنادي بتاعه. فهو نفس الكلام اللي حملناه في الناشئين، فكان في درجه اولى نفس الكلام برضو. فهو كان باكج كانت مثاليه بالنسبه لنا الفتره دي. ميشيل يانكون مدرب جاي مع ريني فايلر، بعد رحيل ريني فايلر والجهاز كله تم الابقاء على ميشيل يانكون. انت اللي قعدت مع ميشيل يانكون وعرضت عليه الامر، ويعني بالتنسيق طبعا مع الكابتن خطيب ولجنه التخطيط طبعا، اكيد مدينا التفويض. انت احنا شايفين الشناوي ما شاء الله عامل ازاي، طبعا عامل طفره مع حراس مرمى النادي الاهلي. ولازم استغل الموضوع ده برضو ان احنا لازم عايز يطفي من الاجوان كويسه جدا. عامل شغل كويس جدا في التمرين حتى مع ميشيل. فكل ما بياخد اكتر مستواه هيعلى اكتر. عندنا جوان صغيرين مصطفى وحمزه دلوقتي مع ميشيل برضو. كنا في قطر مع بعض شفنا مستوى ما شاء الله محترم. الراجل ميشيل تمرينه مختلف، تمرينه جديد عن اللي احنا متعودين عليه. فالراجل مدرب كويس قوي. هو كان حابب يقعد في مصر، حابب يكمل مع النادي الاهلي. فاول ما عرفنا ان هو ممكن يكون حابب القصه دي اتكلمنا معاه وخلصنا مع الموضوع.